السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريك الحل النهائي في حال لم تحصل على كراك لمنتزع 10. نعم، أقول الحل النهائي وليس الكراك النهائي، لأنه لا تعتقد بأنك ستحصل على كراك لتفعيل منتزع 10 في حاسوبك في هذه الحلقة. بطبيعة الحال طبعا في تجربتي الشخصية، عندما قمت بتنزيل ويندوز 10 وتنصيبه على حاسوبي في أول مرة في 29 يوليو فور إصداره، قمت بفرمطته واستخدام ملف أيزو عن طريق USB اعتقادا مني سأحصل على كراك مثله مثل باقي الإصدارات الويندوز السابقة 7.8.8.1، فورا تحصل على كراك نظيف ويعني تفعيل حاسوبك بكل سهولة. ولكن تفاجأت بعد تنصيب ويندوز 10 في حاسوبي والبحث في العديد من المواقع الأجنبية والعربية بأنني لم أحصل على كراك ويندوز 10، بل حصلت على كراك وبعد ذلك مليء هذا الكراك بالفيروسات وأدى إلى العديد من الأشياء في الحاسوب، تطر لي نافذة تنصيب برنامج وأنا لم أقم بتنزيل هذا البرنامج، والعديد من الفيروسات يعني مليء بالفيروسات، وبعد 3 أو 4 أيام يظهر لي انتفيروس بأنه قام بمسك يعني فيروسات وغير ذلك. فلا أنصحك بالبحث عن كراك في هذا الوقت حاليا عن ويندوز 10، لأنه بالتأكيد سيكون مليء بالفيروسات. فماذا استخدمت حتى حصلت على النسخة المجانية بكل سهولة يعني في حاسوبي بدون كراك بدون أي شيء؟ هو تجميع بين التدوينتين في مدونة العالم الافتراضي، هما الحلقة 2، هذه الحلقة يوجد بها طريقة فرمطة الحاسوب وكذلك تنزيل وتنصيب ويندوز 7، سوف تجد طبعا ربط تدوينة وربط الحلقة أسفل الفيديو. يوجد أيضا تدوينة أخرى يوجد بها كراك لويندوز 7 في مدونة العالم الافتراضي. طبعا هذا الكراك يقوم بتفعيل النسخة التي قمت بتحميلها من الحلقة 2، بل وتوجد ميزة أيضا في هذا الكراك بأنه يظهر لك أيقونة الترقية إلى ويندوز 10 في شريط المهام، وكلنا نعرف أن مايكروسوفت لا تظهر لك هذه الأيقونة في حال قمت بترقية أو تفعيل النسخة السابقة سواء كان 7 أو 8 بطريقة غير قانونية، بل تظهر فقط للذين اشتروا هذه النسخة قانونيا وقاموا بتفعيلها قانونيا، ولكن هذا الكراك يعني يظهرها بكل سهولة. فما قمت به هو تنزيل ويندوز 7 الذي في الحلقة 2 ورابط الذي موجود في الحلقة 2 وكذلك تفعيله بالكراك أيضا الذي سوف تجد رابط تحميله أسفل الفيديو. بعد ذلك قمت بتحديث الويندوز يعني check for update، قمت بالتنصيب وتنزيل كل التحديثات التي توفرت لدي إلى أن ظهرت لي الأيقونة في شريط المهام. بعد ذلك قمت بتغطية حاسوبي بكل سهولة والآن أتمتع بويندوز 10 بدون يعني الذهاب إلى إعدادات لتنشيط الويندوز وغير ذلك، يعني الويندوز مميز للغاية. وأنصحك طبعا دائما بالترقية باستخدام الأيقونة في شريط المهام بدلا من استعمال الأداة، لأن يعني يوجد بعض المزايا الموجودة في الأيقونة التي تظهر في شريط المهام والترقية من خلالها غير موجودة في الأداة، مثل الرجوع إلى الإصدار السابق. فإذا قمت باستخدام الأداة لن تستطيع الرجوع إلى الإصدار السابق من الويندوز 7 أو 8، ولكن إذا قمت بالترقية عن طريق الأيقونة التي ظهرت لك في شريط المهام تستطيع الرجوع إلى النظام السابق دون فقدان ملفاتك، دون فقدان برامج، دون فقدان أي شيء. فأنصحك يعني باستعمال هذه الطريقة دون البحث عن كراك، لأنها مضمونة، ستقوم فقط بفرمة حاسوبك دون تنصيب برامج أي شيء، تقوم بتفعيله باستعمال هذا الكراك check for updates لتنصيب الكثير والعديد من التحديثات المتوفرة حتى تظهر لك هذه الأيقونة. شكرا على حسن متابعتكم، رجاء إن أعجبتك هذه الحلقة لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، كذلك شارك هذه الحلقة مع أصدقائك مستخدمي ويندوز 10 الذين لم يحصلوا على كراك إلى حد الآن. يمكنك كذلك زيارة مدونتنا الرسمية th3vw.com، يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. يمكنك كذلك الاشتراك في قناة العالم الافتراضي للتوصل بالحلقات الشبه يومية فقط بالضغط على زر سبسكرايب، هنا أظن يظهر أسفل الفيديو على يميني، قم بالنقر عليه قبل إنهاء الفيديو. لا تنسى كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك وزيارة مدونة وشاركنا تجربتك مع هذه الحلقة في تعليق أسفل فيديو. نلتقي في حلقة قادمة، إلى اللقاء.